يا راجل، تجارة ايه اللي عاملها توسع فيها؟ خلاص يا اسحاج، العمر ما بقاش فيه. انا افتكرتك هتقول لي تعالى نسهر سهرة حلوة من بتوع زمان، ولا انت خلاص كبرت وناوي تترهبن؟ ها؟ لا بقول لك ايه رايك لو نسافر لبنان؟ ايوه، بلد جميله وحلوه واهلها ناس طيبين. ايوه بقول لك ايه، اهل لبنان يدوروا على السعاده بمنجاش، مش احنا ندور على النكد. ليلة مطينة على دماغك. اقفل، لحسن الظهر النكد بينط ويفط نيلك. سلام يا اخوي، سلام. هو انا مش قلت 100 مرة محدش يعتب المطبخ ولا يمد ايده على لقمة ولا معون الا ما يشاورني ويستاذن الاول؟ يوه، جعانة اموت من الجوع يعني؟ ولا كل ما نفسي تهفني على لقمة لازم اخد الاذن؟ ايوه هو كده، يا تاخدي الاذن يا تموتي. اها، تفكرات كيا ميغا بلاص، مش هتسحبي منه لحد ما يخلص. لا دي مش عيشة، دي ده سجن مؤبد. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا اخد حالي ومحتالي واروح لبيت ابوي، عايش معززة مكرمة ست الستات. ده البيت ده يا ساتر بتعدوا على الواحد اللقمة؟ ايش حال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا ايه؟ خبر ايه؟ حصل يا جبريل؟ مفيش، حوارات حريم واطية، مالكش صالح انت. الحقني يا عمي، عايزة تجوعني. ان شاء الله ياكلك عفريت ما يخلي فيكي. ايه يا بت، احنا جايبينك نعلفك هنا. مش كده يا جبريل؟ على رأيك حتى الكلام خسارة فيها، ارض بور لا بتنزرع ولا بتطرح. وهو بيدي؟ امال بيدي مين؟ انا ان كان علي عايز اروح للحكيم النهارده قبل بكره عشان تبطلي ظلم وافترى. مش كده يا نادي؟ عيب. العيب عندي؟ امال ايه؟ بس انا عارفه انت بتكرهيني ليه، عارفه انت مش طايقاني ليه. ليه يا برنسيسة؟ عشان عمتي كريمه طول عمرك لا بتحبيها ولا بتطيقيها، ومن يوم ما اتجوزت عم عبد الله وانت كده. طب ورحمه امك؟ لا ناس تمشي على نفوخك ونفوخ اللي جابوكي. يا جبريه مش كده. شاهد يا عمي عشان بعد كده محدش يلومني. البنت دي لازم تتطلق. حاضر. لا مش زي كل نوبه. شوف مروان فين، خدوا على المأذون يطلقها وما تباتش الليلة في البيت. أقول لك أنا هطخها طلقة، أجيب أجلها وندفنها هنا في البيت، ولا من شف ولا من دير. يا ريت. أنت بتتفرج عليا؟ أنت عايز إيه السعادة؟ عايز أشوف وادلي الكبير اللي هيبقى مسؤول عن العيلة بعدك، ولا أنت معيش؟ دي ما بقالهاش سنة يا جبرية. كان زمانها حبلت وولدت وحبلت تاني. ما بتحبهاش يا جبرية؟ أحبها لما تجيب لي الوقت. ماشي، أنا هاخدها للدكتور. خسارة الفلوس، ملفولة باينة. أنت عايزة إيه دلوقتي؟ يتجوز غيرها وبيت تكون نجوت إيدي، إن ما حبلت من أول أسبوع ما بقاش أنا. ماشي، خدي رأي مروان، إيه؟ ولو وافق يتجوز إن شاء الله 4، ما عنديش مانع. عايزة حاجة تاني؟ عملت إيه في موضوع عبد الله؟ موضوع إيه؟ ليه يا عبد الحكيم عاوز تموتني نقص عمر؟ خبر إيه؟ ولا أنت مستني كريمة وبناتها يحطوا علينا، يقولوا لنا فين اللي لينا ويقعدوا يحاسبونا؟ أنت يا ولية مخك ده ما بيهمتش. اسمع كلامي، انا عارفه مرت اخوك دي مستنيه اليوم اللي تيجي تقول لنا فيه
انا ليا كد اللي ليكوا 10 مرات. ما تقدرش، انا واخويا متفقين. صح انتوا متفقين، لكن هي عجربة والعينة اهي قدامك. نادية دي مش بنت اخوها؟ شوف لسانها ترد عليا الكلمة بكلمتها، تتكلم بالعين والحاجب. حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي صممت تتجوزها مروان، وانا كنت اقول له قلبي كان حاسس باللي هيحصل. انت رايح فين؟ عندي معاد مع اسحاق، لكن تراعي حالك ومالك. لا مفيش. شوف يا جبريه، المال مالي والتجاره بتاعتي، ومحدش له عندي حاجه. صح، بس كل حاجه لازم تكون بالورقه والقلم. كله مكتوب بالورقه والقلم. طب ما تقول لي عشان افرح وادعي لك بدل ما ادعي عليك. ادعي لي، ادعي لي لمئة سنه جايه. كل حاجه عندي خلاص. ايه خلاص يا ام الرجاله. يلا يا مري. هو ناوي يعيش من السنه جايه؟ على فين يا شاه؟ خارجه يا ماما، رايحه اقابل عزت. تقابل عزت ليه؟ كده هو بتقولها لي في وشي من غير خشه، وفي وقت زي ده رح تقابليه؟ هو كان من بقيه عيلتنا؟ يا ماما انا وهو متفقين على الجواز. متفقين على ايه يا برده انت؟ يا بنت هو كان جالنا والعبرنا، ولا قاعد مع ابوكي وياخد ويدي معاه في الكلام؟ وابوكي يعرف ميته ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انا اللي قلت له مش وقته. ليه يا حبيبتي؟ مش هنلاقي لجهازك؟ مفيش فلوس للجهاز؟ تعبيت يا بنت. يا ماما يا ماما، اصل هي يعني ست شهد لسه مش عارفه حقيقه مشاعرها اتجاهه. مش ايه مشاعر ايه؟ حقيقه مشاعرها يا ماما. مشاعرها. طب وحياه مشاعرك يا اختي؟ لا انت داخله اوضتك ومفيش خروج. يا ماما. يا ماما ايه؟ قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج؟ امشي على اوضتك. يا ماما ما ينفعش كده، انا اديته ميعاد وما ينفعش اتاخر على ميعادي ابدا، ما يصحش كده. يا سلام. اسمعي بقى، مفيش خروج غير لما اعرف ايه حكايه مشاعرك دي. عاجبك كده يا ست هانم؟ هو انا عملت ايه؟ وانت عايزاني يعني اسيب ماما كده مش فاهمه حاجه وعلى عماها؟ عامله مين يا بنت انت كمان؟ مش قصدي يا كراميلا، انا كل اللي قصدي يعني ان انت لازم تبقي عارفه كل حاجه عن بناتك ولا ايه؟ يا ماما يا حبيبتي، انا فعلا حاسه ان انا قريبه من عزت، بس هو يعني فيه شويه حاجات كده مش واضحه. نعم يا اختي. فانا بقى حطيته تحت الاختبار علشان اعرف بقى اذا كان مناسب ليا ولا لا. تحت ايه يا اختي؟ يا ماما يا حبيبتي، انا مش عارفه اوصف لك ازاي يعني، بس هي حاجات كده خاصه بمشاعري. طب يلا على اوضتك. يلا على اوضتك وما اشوفش وشك. يا ماما دي مش طريقه، على فكره دي اسمها الديكتاتوريه، ولا لما يجي بابا هقول له. انا موافقه يا بنت عبد الله، قولي له امي جابتني من شهري وقالت لي كمان حاجه مهمه قوي، من بكره ما فيش شغل وهتقعدي في البيت ده تكنسي وتمسحي وتطبخي وتنظفي. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ على فكره مش هينفع كده ابدا. غوري في داهيه، داهيه تاخدك فورتي دمي. بنات مايسه والله العظيم يا ماما. اختشي يا بت، ما تقوليش كده على اختك، فوري الدم على الميسه البت. لا معاش ولا كان اللي فور دمك يا كراميلا. بقولك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انتي ما شاء الله عليكي النهارده محلوه كده، كنت يعني عايزه فلوس. عيني من عيني كده طلعها واديها لك يا طيبه يا هاديه. عايزه كام؟ عايزه 5. تخمسي في وشي يا بت؟ لا والله يا كراميلا ما قصدي. 5 ايه؟ 5 جنيه؟ وفي حاجه اسمها 5 جنيه؟ عايزه ايه يعني 50 جنيه؟ في ايه يا ماما؟ ما فيش حاجه اسمها 5000 جنيه؟ 5000 جنيه؟ هتعملي بيهم ايه؟ هتتجوزي ترخره وتجيبي له الجهاز؟ جهاز؟ لا بس انا يعني يا ماما يعني والله العظيم في شنطه عجباني وهموت عليها. شنطه ب 5000 جنيه يا بنت المقشفه؟ شنطه ب 5000 جنيه؟ يا بنت ده انا الشنط اللي عندي كلها ما يعملوش 2000 جنيه. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو احنا فقراء يعني؟ لا يا رحمك مش فقراء، احنا اغنياء قوي معانا فلوس قد كده.
بس بطريقتكم دي ان شاء الله هنبقى فقراء ونشحت يا بنت المهبوشة. دار ما تاخدك. ايه ده؟ في ايه؟ بنت اتجننت ولا اتحبشت مخها ولا ايه؟ عيشة بقت تقرف. خير؟ في ايه؟ امك دي هتجنني على فكرة. ايه اللي حصل؟ انا غلطانة، كنت دخلت على بابا وقلت له انا عايزة فلوس، كان هيديني على طول على فكرة من غير ما يقعد يرغي ويقعد يقولي مش عارف ايه، اصلي مش عارف ايه. انما امك اعوذ بالله يا شيخ. بنت انتي مستفزة بصراحة. مستفزة؟ مستفزة ليه ان شاء الله؟ هو انا طلبت حاجة غريبة؟ انتي طلبتي منها ايه؟ 5000 جنيه يا اختي، عايزة اشتري شنطة نفسي فيها. يا نهار اسود، انتي عارفة لو عرفت ان انتي جبتي جزمة ب4000 جنيه هتعمل فيكي ايه؟ انا ما قلتلهاش على فكرة. قولي لها. ربي، هي بقت كده؟ في ايه؟ والله العظيم انا ما كنتش اقصد. انا قلت لهم عشان يعرفوا بقى الحكاية ونخلص وتتجوزي. وحياة امك. لا عيب. والله العظيم يا شهد عيب، عيب لما تبقي محامية محترمة كده وتقولي وحياة امك. ايه هتمدي ايدك ولا ايه؟ امدي ايدي. شهد لا بقول لكم ايه؟ بس الاثنين هتخانقوا، روحوا اشوف لكم حتة تانية، انا عندي صداع مش قادرة. يلا يا ماما. ايوه صح. يلا يلا. قرف ده. اتأخرت قوي كده ليه يا عبد الله؟ وبعدين تليفونك مقفول على طول. كريمة انا تعبان ومش محتاج اسمع اي كلمه دلوقتي. ايه حاسس بايه؟ جيب لك الدكتور. لا دكتور ولا حاجه، انا بس عايز اقعد مع نفسي شويه. طيب ايه رايك في فنجان قهوه كده يظبط دماغك؟ يا ريت يا كريم. كريمه. نعم. القهوه تعمليها بيدك. عينيا الاثنين. ما تخليش حد يجيبها لي انت. حاضر. يا ترى فيك ايه يا عبد الله؟ شكلك مش مظبوط. أنا جاي. أحلى قهوة لأحلى عبد الله. والله العظيم ثلاثة يا عبد الله، ما في ست في مصر تعرف تعمل فنجان قهوة زي اللي أنا بعمله ده. ريحة القهوة من يدك يا كريمة تحسسني إني ملك. طب ما أنت ملك من غير كلام، ملك على قلب كريمة. ما فيش أحلى من إن الواحد يبقى ملك على قلب ست الحسن والجمال. أيوة أيوة أيوة، خدني تحت بطك، خدني وعن الوجود وابعدني. فيها يا كريم مالك؟ يا سلام. طيب أسيبك مع حبيبة القلب ولو عوزتني يبقى اندهش. اقعد يا كريم اقعد، خليك قاعدة. طب مش هتقول لي مالك؟ مالك يا كريم؟ أنا كويس الحمد لله. طيب عملت إيه مع شريك الغبرة اللي أنت كنت عنده ده؟ مش أنا قلت لك يا عبد الله الناس دي وحشة ونصابين، والله العظيم بيبان في عينيهم. الحق نفسك يا أخويا قبل ما رجلك تيجي في الخية. قدر يا كريم قدر. لا لا مؤاخذة يعني يا عبد الله، هو مش قدر، هو نشفي الدماغ. انت نشفت دماغك ورحت لهم، كملنا، ما احنا كنا زي الفل وماشيين كويس وشغلنا كويس والاشياء معدن والحمد لله. اسمع كلامي واخلع من الناس دي بدل ما تروح بلاش. اخلع؟ يا ريت يا كريم. يا ريت؟ يعني ايه يا ريت؟ في ايه يا عبد الله ما تتكلم وغوشني؟ طلع زي ما قلتي. ايه؟ سرقك؟ سرقني؟ يا ريت سرقني بس يا كريم. ده سرقني ودبسني. يا لهوي يا ليلة سودة يا ليلة سودة. انا ما برضاش اتحدث معاكي عشان الجوتين دول يا كريم. اهو مش هتكلم خالص، مش هفتح بقي، بس قولي ايه اللي حصل بسرعة.
ايه يا مروان؟ واقف لحالك ليه كده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ تلاقيك طفشان من عراك امك ومراتك. لا يا عمتي، تعبت من الشغل بس. طب انا عايزة اقول لك على حاجة، بس ما عايزاكش تزعل مني. صراحة انا ما اعرفش انت ليه اتجوزت البت اللي عاملة زي الفرخ المبلول دي. فرخ مبلول ايه يا عمتي؟ دي مراتي وانا بحبها. حب ايه وزفت ايه؟ فرق بينك وبينها كبير. ده انت مروان بيه، عارف يعني ايه بيه؟ يعني كان لازم ان تاخد بنت متعلمه ومتنوره واحسن منها مليون مره. ما هي متعلمه ايه كمان؟ متعلمه ايه؟ معاها ثانويه عامه؟ ايه ثانويه عامه دي؟ لكن انت خريج جامعه. تعرفي انه مجموعها كان اكبر من مجموعي. وايه يعني؟ عمتي قولي لي انت عايزه ايه؟ من غير لف ودوران كده؟ انت تعرفي باللف والدوران. انا الصراحه عايزك تتجوز. ايوه اسمع مني يا واد، نجيلك بنت حلوه كده تليق بمقامك. صدقني يا مروان، احلى حاجه في الدنيا دي العيال. تجيب عيل كده يملى عليك البيت، يحبك وياخدك في حضنه، عيل من دمك يبقى سندك، يبقى ظهرك وتتعكز عليه لما تكبر. صدقني يا مروان، انا عمتك واحبك واخاف عليك، احبك اكتر من امك كمان. عارف يا عمتي عارف، هي صحيح امي شالتني في بطنها 9 شهور. لا 7. سبعة يا عمتي 7، بس انت اللي ربيتيني، انت في مقام امي. حبيب قلب عمتك يا واد، البت ناديه دي ما كان ليكش فيها صدقني. وبعدين ايه يعني غلط لازم انت تعيش عمرك يعني ما تصلحش الغلط ده؟ يا واد لازم انت تتجوز، اسمع كلامي. حاضر يا عمتي، دلوقتي عايز كوبايه شاي. طيب طيب يا حبيب عمتك. يعني ايه خد اللي وراك واللي قدامك؟ والبضاعه اللي جايه كمان لازم ادفع عشان اخلصها. طب ما تدفع وتخلصها. ادفع منين يا كريم؟ هو شطبك على الاخر يا عبد الله؟ على الاخر يا كريم، ما خلاش حلك ولا مليم. طيب خد قرض من البنك. لسه بس ده القرض الاولاني، اخد قرض تاني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ والله ما عارف، حاسس ان دماغي هتتشل. أنا عندي حل يا عبد الله. الحقيني بيه يا كريم. أخوك عبد الحكيم. عبد الحكيم أخوك. بس اسمعني للآخر وبعد كده قولي اللي أنت عايزه. أنت ليك قد للي يا عبد الله، وأبوك الله يرحمه سايب كتير مش شوية، وفدان واحد بس، فدان واحد يا عبد الله يفك الأزمة اللي أنت فيها دي. أيوه بس اسمعني اسمعني ما تقطعنيش. وإن كان عليا أنا والبنات مش عايزين حاجة، ده حقك ولا مش حقك؟ الحقيقة هو حقي. بس خلاص، هو بقى يخلي في وشه شوية دم ويقف جنبك في الأزمة اللي انت فيها دي. ها قلت ايه؟ قلت لا إله إلا الله. انت عندك حاجة كريم، انا بكرة أسافر لعب حكيم واتكلم معاه. رجلي على رجلك يا عبد الله. لا خليك انت المره تانية تكون ظروف غير دي. تبقى خايف منه؟ يا كريم خايف من ايه؟ اقول لك عبد حكيم كل ما يشوفني يقول لي تعالى نقعد نصفي حالنا، وانا اقول له لا مش وقت. يا سلام، عيني في عينك كده يا عبد الله. يا كريمه زي ما بقول لك كده، وبعدين ما انت عارفه سلو بلادنا، وعارفه ان انا لو عزت اي حاجه هاخدها في اي وقت. بس يعني انا هروح اظبط الامور مع عبد حكيم، وانت ادعي لنا. ربنا يوفقك ويحنن قلبه عليك. اهم حاجه ما تزعلش نفسك. هكدب عليك لو قلت لك اني مش زعلان. انا كنت حموده كريمه، بس ربنا هو اللي مجويني. بعد الشر، الف بعد الشر، ما تقولش كده. انت اللي بتعمل فلوس يا عبد الله، والفلوس بتروح وتيجي. ما تبقى فلوس يا كريمه، انما اللي راح ده شجع عمري كله.
القلب والسكر، حاطط يده على خده ليه؟ متضايقة وهطج من جنابي. سلامة جنابك. احنا لازم نخلعه من البيت ده. انا ما طايقاش اقعد هنه دقيقة واحدة، وكمان انا عاوز اكمل علامي. وماله؟ ده انا ياما اتحايلت عليكي. خلاص يبقى نروح نعيشه في مصر. ما ينفعش. ليه؟ ليه ما ينفعش؟ انت لو فتحت مكتب في مصر اسمك هينور يبقى على كل لسان. انت هنهدى في نفسك، وكمان انت مالكش في الشغل اللي الحاج شغال فيه. ما تخلطيش الامور على بعض يا ناديه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، تعرف انا حاسه اننا لو طلعنا من البيت ده هنخلف دسته عيال. هو البيت هو السبب؟ ايوه بصراحه انا على طول مخنوقه ونفسي مش جايباني، وحاسه اني مش واخده حريتي، وامك واختك لو طالوا يرموني في الترعه هيعملوها. ايه الكلام اللي يزعل؟ زي ما بقول لك كده. طب ايه رايك نغيروا السيره؟ لا انت لازم تشوف لي حل. حل؟ عارفه ايه الحل؟ قول. اسمعوا الكلام اللي بيتقال ونضحك بس. هو انت خسران حاجه؟ هو انت اللي بتتهزق ولا يتحرق دمك؟ يا حبيبه عمري، اي حد يقول لك كلمه تكون زي السهم في قلبي. سلامة قلبك، كني يا اخويا بالكلمتين دول. طب اسمعي، احنا هنقول ان هنزور دار عمي ونتدلى مصر ونروح عند الدكتور، وبعد كده هفسحك. طب والجامعة؟ والجامعة اعمل اللي انت عايزة. ايه رأيك؟ كلامك حلو، بس برضو امك ما هتشنيش من راسها. خلاص اسمعي، توحشتك قوي، تعالي في باطل، تعالي. ونجوى بنتك كويسة؟ طمنت عليها؟ ايوه يا سيدي، خلفت التوأم، بقيت جد خلاص. اما انت راجل ناضج صحيح. اهي دي بقى كان لازم يبقى فيها فتة ولحمة للبلد كلها. ليه فتة ولحمة للبلد كلها؟ وبعدين احنا ما عندناش حكاية الفتة واللحمة دي، دي عندكم انتوا. يا باي عليك. على العموم اذا كان عليك انت مقدور عليه. عملت ايه؟ ايه اللي عملت ايه؟ مكان انما ايه؟ عسل، بس عايز له على الاقل 3 4 ايام، بس ما نكونش لوحدينا. حلو، ظبط الموضوع. بص احنا نسافر، وهناك الدنيا هتفتح معانا. ايه بعد فورمه الساحل اللي انت عاملها دي، النسوان علينا هتبقى زي الرز يا حسن. ابوك حسن ماله جاي علينا حسن؟ هبلد عليك يا عبد الحكيم يا اخوي. بقول لك ماليش نفس، زهقان. زهقان من ايه يا مان؟ من البيت. طب ما تسافر. اسافر ايه بس يا سعيد؟ بقول لك زهقان. طيب ماشي، ما انا بقول لك سافر يا عبد الحكيم. اوه السلام عليك يا رجاله. زهقان زهقان. ايوه قول عاد انك انت عاوز تغير الفرش. يا ريت كان ينفع، يا ريت. لو كنت عايز اغير كنت غيرت من زمان، مش من دلوقتي. لا هو ده وقتها وزياده. زمان ما كنتش فاضي، كان وراك الشغل وترتيب الحسابات وتربيه العيال، انما انت دلوقتي عزوه، وعلى الاقل تعيش سلطان زمانك. عارف انا لو منك أنجي بنت حلوة نغشة كده تدلعني اللي فاضل من عمري. ومستني إيه؟ ما تعملها. يا ريت يا ريت يا عبد الحكيم يا أخوي، بس طول ما الولية الفجرية دي في البيت أنا محبوس في زنزانة انفرادي. وأنت كمان عندك فجرية في البيت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أهلا أهلا أهلا، يا رب تكونوا اتبسطتوا. أبدا والله، دي كانت سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا. سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا إيه؟ دي كانت سفرية زي الفل ما تصدقهاش خالص. اسكت أنت، ما تنطقش خالص. ما تخافيش، مش هحسدك يا حلوة يا جميلة. مش قلت لك حضري الفطور؟
جاي تعمل ايه؟ ما انا بحضر وما انا بعمل ايه؟ طب يلا روح. مش لما اشوف شمس جايبالي ايه؟ ما جايباش حاجة، ده احنا يا دوب ركبنا الاوتوبيس من هنا واتسرقنا من هنا. اتسرقتوا تقوموا تقعدوا 10 ايام؟ امال لما كنتوش اتسرقتوا كنتوا قعدتوا قد ايه؟ تعالي يا حبيبة أمي تعالي احكيلي وصدتوا. شايفة يا أمي البت وعمايلها، أنا لو جرالي حاجة هتبقى هي السبب. حرام عليك، أنت مش بتقولي إن دي حبيبتك وصاحبتك؟ أنت بتقول إيه؟ عمرها ما كانت صاحبتها. أنا مش جايلة لك ومفهماك ما تنطقش ولا تقول حاجة خالص. إحنا ناقصين عين، ودي عينها إيه مش أي عين. بومة يا ساتر يا رب. ومن شر حاسد إذا حاسد. يلا حبيبتي خدي جوزك واطلعوا على فوق وانا هحرك شويه ملح. حاضر يا امي. قدامي. عرفتي يا امي. ماشي يا ناديه. ان ما ولعت فيكي. شكل الجيبك. انت خلصت اللي خدته؟ بقول لك ايه؟ مش عايز كلام كتير. ليه؟ هسافر. ابوك عارف؟ ابوك مش هيقول حاجة، ده ما هيصدق يريح دماغه مني. قول له الأول، ده أنت ساحب فلوس كتير. يعني هي الفلوس هتخلص؟ يا عم هات خلينا نعيش. هتروح فين وهتصرفهم في ايه؟ خليك أنت قاعد كده، شاغل بالك بالتجارة والبيت وأمك ومرتك، وحابس نفسك في مشاكلهم. أنا لو منك أكون سلطان زماني، أمير والتجواري تحت رجلي. والله أنت آخرتك هتكون زفت إن شاء الله. وفك اللي في الآخرة من دلوك. أقول لك سيبك من اللي أنت فيه ده واطلع معايا الطلعة دي، وأنا والله هخليك ترجع إيه مروج آخر روجان. على فين؟ تعالى بس وحظبطك. لا يا سيدي، أنا لو هسافر مش هسافر مع واحد زيك فاجد. روق وسيبني انا في الهم. سلام. مش هتقول لابوك؟ لا هقول له ايه؟ ابوك بعد النفسين بتوع امبارح مش هيقوم الا على الظهر. اكون انا وصلت. ابقى انت بلغه. سلام. سلام. اي مش تحاسب يا حسن؟ انت عطول مستعجل كده؟ لا مستعجل ايه؟ انا كنت داخل اصلا مش طالع. قعد. ماشي. أنا جاي عشان أشتكي لك. خير يا ستي فريدة؟ في إيه؟ لا مش خير. واه مش هتقولي تشربي حاجة تاكلي حاجة؟ إيه البخل ده؟ إيش حال إنك أغنى واحد في الناحية كلها؟ تشربي إيه يا ستي فريدة؟ لا من غير نفس ملهاش لازمة. قصره. أنا جاي أقول لك عيب اللي أبوك بيعمله ده. أنا مش عايزة أبيع الأرض. وبلاش كل يوم والتاني يشد لي واحد يكلمني وياخد ويدي معاي. وبلاش التهديد والوعيد دي. أنا ست وحدانية أيوة، بس بميت راجل وأرضي عندي بالدنيا كلها. مش أنتوا بس اللي أكابر، أنا كمان هانم. وما يغركش جلبية والطرحة السودة دي، مصيرك تشوف وتعرف. سلام. رجعنا تاني للموال ده. موال ايه على الصبح يا جبرية؟ نروح مصر كل شوية ونقعدوا فيها بالأيام. مش هتأخر، الصبح إن شاء الله أكون عندك. بشوقك يا عبد الحكيم. أنا بس بقول لك قلبي مش مرتاح، وخراب البيت على دين إسحاق ده. في وأنا أول مرة أنزل مصر، كل ده عشان الشغل. شغل؟ لو شغلي كنت عرفت، كان مروان قال لي. إيه ده؟ مشغلها مروان عشان ينقل لك الأخبار. وماله؟ ولدي حبيبي خايف عليا وعلى مالك وعلى البيت ده اللي عملناه بتعبنا وعرجنا. طيب خلي بقى هو اللي يقول لك. استنى عندك خبر ايه؟ واخد في وشك وماشي، ما تقول لي هتعمل ايه في مصر. أصل أنا بفكر اشتري فيلا في مصر. النبي صح، كنت عاملها لك مفاجأة. هنعيش في مصر.
طب شوف اما اقول لا انا ما عايزاش فيلا، انا عايزه قصر سرايه الملك عشان اللي ما تتسماش لما تشوفها تتجهر وتجيلها سكته وان شاء الله تموت. مين اللي ما تتسماش؟ مرت اخوك يا حلو. انت يا حيل، يعني انت عايزاني اشتري فيلا في مصر عشان تكيدي مرت اخويا؟ تهبلي يا بيت. لا يا حبيبي، خلي انت عليك الشراء وخلي الكيد علي انا. يلا يا حبيبي بألف سلامة، والقلب داعيلك وإن شاء الله ترجع مصبور الخاطر ومعاك العقد. داعيلي ربنا معاك. داعيلي يا شبريه، ربنا يقويك على اللي انت فيه.